اهلا بيكم من جديد، وبنتكلم في فقرتنا عن لفات الطرح والجديد فيها. اكيد كل بنت او سيده محجبه بتتمنى ان تبقى ربطات الطرح بتاعتها شكلها شيك وانيقه، وفي نفس الوقت ملائمه للملابس وملائمه لشكل وجهها والاكسسوار، يعني تبقى متناسقه مع كل حاجه مع ملابسها. عشان كده هنشوف النهارده ايه الجديد في ربطات الطرح في الالوان وفي الديزاين نفسه في ستايل اللفه. وهيكون معانا النهارده ضيفتنا هبه حسين، مصممه ربطات الطرح. اهلا بيك يا هبه. اهلا بيك يا ازيك؟ حبيبي. الحمد لله ازيك يا تمام. الحمد لله تمام. طيب احنا النهارده هبه هنشوف معاكي ربطات الطرح الجديده، خاصه واحنا في فصل الصيف والالوان الصيف طلعت الجديده. بس بالظبط. قبل ما نشوف قوليلي ايه الالوان الجديده في الصيف بالنسبه للطرح؟ بصي، عموما هي الالوان المبهجه هي دي اللي طالعه دلوقتي موضه، يعني مثلا الفوشيا، التركواز، الاصفر، السيمون، الحاجات اللي تحسي ان هي يعني مبهجة مبهجة. فاتحة وألوانها بالظبط حلوة كده، اللي هي ألوان اللي الربيع تلفت. شوية. بالظبط هي كده كده لكن بالظبط. الحاجات الغامقة شغالة برضو موجودة ولا هي بتبقى شغالة حسب ال... بس يفضل ان هي مثلا تبقى بالليل اكتر، يعني ما تنزليش الصبح مثلا لابسة طرحة سودة، بالذات في الحر. في الحر بتمتص الاسود عموما بيمتص الحرارة. الإضاءة. البسي الوان فاتحة بحيث ان انتي تبقي حاسة، يعني ما تبقيش حرانة. بالظبط. بالظبط. لازم تبقى تحت على الاقل البيز يبقى بندانه قطن، قطن طبعا، عشان كمان شعرنا بلاش يبقى والعرق وكده. حاجه على الشعر مثلا فيها الياف صناعيه، تمام. فيها بوليستر. بلاش نبعد خالص عن الموضوع ده، على الاقل تبقى البيز طرحه قطن. بالظبط. طب بس احنا نبدا معاكي النهارده، هنشوف ايه بقى يعني اول طرحه هتعملي معانا؟ احنا هنعمل دلوقتي التربون، طالعه موضه دلوقتي جدا. هي ستايل جدا. دي طرحه جل عاديه. تمام. دي جل الخامة دي بتاعتها الجل جل. العادية القطن. دي حلوة جدا بالنهار، بالذات للطلبة بتوع الجامعة. الخامة نفسها بتبقى مريحة الخامة يعني. قطن وهتبقى ومريحة، يعني على الأقل مش هتحسسك بالحر. تمام. دي لفة التربون اللي قلنا عليها، دي يعني دي لفة. لفة. شفتي أخدت بالك أنا عملت إيه؟ انا جبتها، انا حطيتها عادي كاني مثلا هلف طرحه عاديه على قدام. ماشي. اهي شدتها على فوق بتشديها. ايوه صح. وقمت ربطاها. بتخلي رابطه كده من قدام ولا في الجنب؟ مجرد بس كده، ما نعقدهاش عشان ما تكلكعش. تمام. هي تمام. بس رابطه كده بسيطه، تبتدي تظبطيها. بعدين بترجعيها بقى لورا دي ولا ايه؟ يعني كده هي طبعا بتدخلي بقى لورا. يعني هي الحلو في التربون ان انتي ما بتستخدميش تقريبا دبابيس، لا يعني دبابيس ولا هتلفيها حاجات بسرعة كده. وانتي نازلة وخلاص. اللفة ديت يعني تبقى حلوة على الوش المدور، بتلاقي يعني مع انا ما الوش انصحش المدور اكتر. بيها ان هي تبقى للوش الطويل، الا اذا هي لبست بادي هاي نيك دارت كده في وشها. ده مع ده يعني. هي خامة طيعة فعلا، حاسة ان هي سهلة بالظبط. معاكي في هي بتمط معاكي. ف حلو. دي دي رابطة لفة الطرحة الأولى اللي هي احنا قلنا بتمشي مع مع الوش الوش المدور. المدور. دي بقى بتبقى سهلة ان الواحدة بقى تحط اكسسوار، عقد، حاجة زي بوسي كده بالظبط. اي حاجة بسهولة. بالظبط تحطيها على صدرك وتنزلي بيها. تمام. تمام. دي رابطة. طيب بنفس الخامة دي هنشوف رابطة تاني ولا؟ بنفس الخامة دي تمام. للوشوش بقى الطويلة. دايما الحلو الوشوش الطويلة ان انتي تعملي حاجة تبقى على الجنب، بحيث ان هي تدي الوش تدوير. تمام. تمام. ممكن تقوم عاملاها مثلا كده ضفيرة عادية. زي الضفيرة. تمام. وتاخدها على الجنب وتقوم برضو نفس الموضوع بدخلها ورا. ده جميلة اوي، دي سهلة يعني برضه. ما استخدمناش حتى دبوس واحد. ده جميل، ده الجميل اللي فيها على فكرة، بالظبط. سهلة يعني. والخامة حلوة وطرية، يعني من الاخر مش هتاخد وقت، تمام. يعني مش هتشيل هم بقى ان هي تحط دبوس، الطرحة تتزحلق. بالذات بقى الموضوع الناس ده اللي بتبقى حابة تنزل الشغل بدري ومستعجلة، او في الجامعة، بنات بالظبط. الجامعة، ده بيسهل بالظبط. لهم اكتر. ماشي. تمام. هتعملي ايه بقى بعد دي كده؟ رابطة برضو. ثانية واحدة. في بقى رابطة اسمها رابطة الدونات، اللي هي بتبقى
هنا هتعمليها كده ازاي بقى؟ وريهالنا. ماشي على نفس العقدة اهي. العقدة تمام. دي بتلفيها كده اهي برضو نفس النظام اتزنقت. تمام. ماشي. ودي ناخدها عكسها كده. برضو من غير اي دبابيس ولا حاجة من غير هبة صح؟ اي دبابيس. ده الموضوع دي تمشي بقى في تايم معين في وقت معين، ولا يعني تمشي الصبح ولا قبل بصي، بيجي؟ هو تمشي اكتر، الرابطه دي تمشي اكتر بالليل شويه. بالليل اكتر. يعني هي مش معقوله هتنزل تروح الصبح الجامعه لا صعب. بالظبط لا وليها بتاع بيتهيألي ده. يا هبة لبس معين، ستايل لبس معين، يعني الرابطه دي ما تمشيش مع اي لبس. لا لا مش مع اي. يعني ممكن تتلبس على عبايه، هتبقى جميل. حلوه جدا مع عبايه. انما غير كده لا. ليها سن كمان يا هبة؟ يعني بنوتاتي ولا ممكن نقول سيدة شوية تلبس أكتر من البنت؟ ممكن على فكرة يعني. لا هي بصي، هي تعتبر شبابية شوية. شبابية. يعني ممكن تمام. لحد مثلا الثلاثينات تبتدي تلبسها. تمام. انما بعد كده بتهيألي هتبقى مش يعني هتبقى صعبة ماشية مع شوية السن. مع السن. دي طرح الجل. تمام. تمام. هناخد بعد كده خامة ايه بقى؟ الخامة التانية مش معاكي كذا حاجة، لا معايا خامات كذا حاجة. مختلفة. عايزين كمان نعمل حاجة للتركي، الرابطة التركي. معظم البنات دي حرير دي يا هبة. تمام. طرحة مثلثة عادية اهي. زي الإشارة ماشي. كده. زي الإشارة. هتعمليها بقى ازاي؟ التركي عامة بتبقى الحتة دي بتبقى دي واقفة. ماشي. في ناس بتحب تعمل بس الطرحة كده. تشبكها كده وتسيبها. بالظبط كده. يعني تبقى الرابطة بالمنظر ده، بتربطيها من ورا. عايزة بقى تسيبي الديل اللي ورا ده سيبيه، مش عايزاه ممكن تدخليه في الهاي نيك اللي انتي لابساه. تمام. وبرضو دي مش محتاجة أي وبرده مش دبابيس ولا محتاجة. حاجة. يعني بصي، مجرد ان احنا ربطنا خلاص سهلة برضو. الرابطة ديت. في بنات ممكن ما تحبهاش تبقى مفروضة على وشها كده، ممكن نعملها العادي اهي. بتلمها لجوه شوية. وبرده في نفس الوقت دي مربوطة. طب دي سهلة خالص. بالظبط. يعني للبنات اللي مش عارفين يلبسوا الطرحة وبيقولوا تمام. الدنيا صعبة، لا هي مش صعبة خالص. هي بس تحب الموضوع وهي هتعرف ازاي تلبس الطرحة. تمام. تمام. في برضو رابطة تانية بنفس الطرحة دي، هنخلي ناحية قصيرة وناحية طويلة. تمام. دي ليه بقى؟ يعني هتعملي بيها ايه؟ هقولك دلوقتي. الناحيتين دولت هما تيجوا كده. ماشي. برضو بتدخلي من على الوش شوية الطرحة. انا بس عايزاها تظبط. هي كده المثلث مش مظبوط. دايما اعرفي بدل هنا مش مظبوطة يبقى المثلث اتحرك. تمام. يعني لازم بس المثلث ده تعمل لازم يبقوا الاتنين قد بعض. بالظبط. طب وانتي بتربطي كده، عايزه اسالك بقى على حاجه. بالنسبه يعني كل واحده تبقى عايزه تعرف الالوان الاساسيه للطرح اللي هي المفروض تبقى موجوده في دولابها على طول، عشان لو فاجئتها اي نزول اي حاجه ما تقعدش تدور على الالوان. الاساسي الاساسي اسود، بني، بيج، كحلي. اسود، بني، الاساسيات دي. بيج، كحلي. الحاجات دي اساسي لازم تبقى موجوده عندك. ساده بقى داخلها الوان تانية، بس المهم ان الالوان دي لازم تبقى عندك. لازم تبقى موجود. التربان نفس الكلام ولا الوان مختلفه؟ الشيفون حلاوته ان هو يعني يبقى فيه الوان كتيره. يعني الساده ديت ممكن تبقي مثلا رايحه بالليل فرح، ومثلا الفستان اللي انتي لابساه فيه شغل كتير، تمام. فمش هينفع ان انتي تلبسي حاجة ايه فيها فيها لعب. كفاية. كفاية افكار الشغل كتير. اللي في البتاع. تمام. انت كده برضو بتلفيه على الجنب كده يا هبة. دي كده. تمام. بس وهاخد دي هتتحط كده. تمام. هي دي بقى بتليق مع اي وش بقى، دي مليان ولا تليق مع رفيع؟ اي وش. اي وش. بالظبط. تليق مع اي وش. بس لو وش طويل لازم تبقى البندانة نايمة على القورة زي ما بوسي كده بالظبط عاملاه. عشان تشيل حتة، يعني تقلل من طول بالظبط. الوش، ما انصحش الطول ابدا ان شوية. الوش الطويل يعمل البندانة كده طويل، يعني يعملها مثلثة. هتدي الوش طول طول اكتر. اكتر. لكن لو الوش فاحنا مدور عايزين عادي بقى. نكسر الطول. فنعمل الحركة دي. تمام.
جميل. تمام. هتعملي بيها حاجة تاني؟ ثانية واحدة. دي كلها بنسميها هبرة وتات اللي هي التركي. تركي. بتبقى بنفس الخامس الحرير دي. احنا ممكن اهي نربطها وهي مربعة عادي. وهي مربعة بقى تشتغلي بيها. هيقولولنا هتودي الكتير ده فين. ما انا عايزين كنت هسألك نفس السؤال. هتعملي ايه بقى؟ هنتصرف دلوقتي هتشوفي. برضو تبقى من تمام. قدام دي بس كده. هنستخدم لها دبوس دي عشان بقى هي هتستخدمي دبوس. مش هتثبت. معلش ما حاجة وحاجة بقى يعني، في حاجات بتحتاج وحاجات لا. تربطيها بس من قدام صح؟ اربط حبيبي معلش اسف. هنربطها بس عشان تبقى ونجيب دول ثابتة. كده. هنجيب دي كده. تمام. تمام. ممكن تخليها كده شكلها كده جميل برضو رايقة. كشكل بالظبط كده. وهندخل برضو دي. شفتي الموضوع سهل يعني، حتى كدبابيس احنا مش محتاجين بالظبط. بس، ودي لا تتظبط وجميلة دي كده. سهلة على فكرة يعني، انتي لميتي فعلا القماشة كلها اللي قلنا كتير يعني اختفت خلاص بالظبط. كأنها قصيرة. يعني حتى بصي لا كأنك شكلها حلو. لابسة سكارف تاني وعاملة بيه مثلا زي فيونكة او حاجة. دي بتبقى شكلها حلوة جميل. برضو، دي حلوة برضو لبنات الجامعة الصبح يعني، تنزل على الجامعة عاملة ومش حط يعني مش مكلفاها وقت خالص. تمام. بس لا حلوة دي هبة برضو. طيب هنشوف خامة جديدة بقى. تمام. الخامة اللي هتوريها لنا بعد كده ايه بقى؟ هنشوف بقى الستان اللي هي حاجات بقى بالليل. انت ممكن مثلا تبقي خارجه مثلا مع اصحابك، رايحه الكافيه، رايحه ممكن تلبسي الستان، ممكن تلبسي الحرير، ممكن تلبسي الشيفون. دي طرحه حرير. دي شفافة بقى. دي شفافه، لازم على الاقل يبقى تحتها بندانا لونها بقى يا اسود يا ابيض ولا ممكن الوان مختلفة حسب بقى اللبس. اللبس اللي انتي لابساه هتعملي البيز اللي تحت. تمام تمام. اهم حاجة زي ما قلنا البندانا اللي تحت تبقى قطن عشان الحر والعرق بالظبط. والحفاظ على الشعر ولو كمان. في الامكان ان هي مثلا في الشغل مثلا او في الجامعة، في الامكان ان هي تدخل الحمام مثلا التواليت، انها تقلع مثلا البندانة تهوي بس شعرها شوية، لان مع الحر والفترة الطويلة الطلبة بيقعدوها كمان بره، او موظفة مثلا مش عايزين شعرنا يعني يتكتم، تمام محتاجين بالظبط. ان احنا ننفسه. طيب معانا مدام مريم على التليفون. الو صباح الخير. صباح النور، ازاي حضرتك؟ الحمد لله منوره الشاشه. ربنا يخليكي وجودك، اتفضلي. بعدين انك عايزه اعرف البندانه هي بتبقى مربعه لما بتنيها ورب وباجي احطها فبتبقى عامله مثلثه، لكن هي لسه قايله لما بتبقى مثلثه بتدي طول وانا فعلا وشي طويل، ازاي اخليها لازقه زي اللي انا الموديل اللي انا شايفاه ده؟ طيب حاضر، في أسئلة تاني؟ لا ميرسي أوي. طب أنا بشكرك وهبة هتجاوبك حالا، تابعينا. شكرا. اتفضلي بصي هبة. حاولي ان انتي تنيمي الطرحة وتنيمي البندانة على قرتك يعني، تبقى نايمة. تمام. تدي فوليوم من هنا يعني، مثلا طب ممكن ممكن نوريها بترحل. لها كده عملي يا هبة؟ يعني طيب نوريها تمام. لها عمليا بصي عشان هي تشوفها. عموما هي كده اهي. تمام. هتنيمها زي كده وهتنيمها كده، من الجنبين ومن ما قدام. توقفهاش، ما تعملش مثلا زي اللي انا عاملاها دي. تمام. هي هتنيمها بالمنظر ده، نايمين الاتنين على بعض وخلاص. خلاص. وهتلف طرحتها، وتلف دي الطرحة ربطه، عادي. دي ربطه عاديه ماشي، دي سيمبل خالص، ما عملتش اي حاجه غير ان انا حطيت دبوس. لو هي مثلا هيضايقها ان دي مثلا كل شويه تقع، ممكن تثبتها في البليزر مثلا بتاعها او الكارديجان اللي هي لابساه بدبابيس من هنا وخلص الموضوع. تمام. في نفس الوقت ممكن تقوم مثلا لفاها من ورا، تشدها اكتر يعني. ممكن بس لو بوسي تيجي كده، انا عايزه اجيب من لفيها ورا. كده. يعني شوفي مثلا انا عملت العقده وفي نفس الوقت قمت مغطياها بحيث ان هي يبقى شكلها مختلف. احسن شويه، ما تبقاش العقده باينه. تمام. تمام. هتلفي بقى بنفس دي حاجة تانية ولا دي بس لفة واحدة؟ ممكن نعمل حاجه تانية، هنخلي ناحيه طويله وناحيه قصيره طيب ورينا ماشي. بقى. طيب اللفة اللي انت اللي جاية دي اللي هتعمليها عايزين نعرف برضو يعني بتناسب اي نوع من انواع الوشوش بقى.
يعني مدور طويل هي مليان. عامة اللي أنا بعملها دي تمشي مدور وتمشي طويل، بس في وشوش خدودها الخدين كبيرة بيبقوا شوية. جنبها. أنا منصحش إن هي تعمل بقى النفشة اللي من هنا دي، لأنها بتدي كمان مساحة للوش، مع تعرض خدودها اكتر. هتعرضها أكتر. بالظبط. لا أنت البسي طرحة، ما تلبسيش بقى مليون طرحة تحت، ايوه صح. يعني بلاش الموضوع ده بجد. يعني هو أصلا الدنيا حر، ايوه يعني فيعني بتبقى خفيفه شويه. نلبس 5 6 طرح وفي الاخر نلاقي حاجه من هنا، دي بلاشها خالص. تمام. يعني انصح ان الحاجه تبقى خفيفه وسامبل في نفس الوقت، تمام. تنزلي يبقى شكلك رقيقه هاديه. ديسة. بالظبط كده تمام. ماشي. هنا بقى عملتي الجنب القصير هنخلي والجنب ناحيه الطويل. طويله وناحيه قصيره. تمام. برضه هتحطي ال برضو الدبوس. هحط الدبوس. كويس، يعني الشغل كله بدبوس واحد يعني مش بالظبط. كتير. مش يعني، يعني انا بلاحظ كتير بنات تلاقيهم مدبسين تقريبا الطرحه في وشهم بطريقه غريبه، يعني ناقص ان هم يجيبوا دباسه ويدبسوها فيها، فملهاش اي لازمه. نتضايق كمان. هنسيب دي زي ما هي، دي هتتلف على مرتين. تمام. دي بقى اللي ساعتها هندبسها بدبوس من هنا على بقى اللبس نفسه، الجاكيت او حاجة بالظبط، عشان تبقى ثابتة. عشان تبقى ثابته، وفي نفس الوقت الاتنين من نفس المكان، تمام. دي نازله على قدام ودي نازله على ورا. شكلها جميل برضو، مختلف. بالظبط، وسهله. حلو. ماشي. في حاجه تانية برضو، لو انتي بتحبي بقى، معظم البنات بيحبوا الفيونكات والحاجات ال ممكن تتعمل اه برضو. بالظبط كده، اهي هندخلها كده. كأنها تمام. سكارف يعني مع كأنها الطرحة. بالظبط سكارف. طيب، بس تعمل في سؤال فيونكة. يا هبة عايزة أسألك عليه، يعني هو سؤال بيحير شوية بعض البنات، وهو ازاي تختار لون الطرحة. لما بيجوا ينزلوا يشتروا طرح يبقوا مش عارفين بقى هيختاروا الوان ايه، يعني تجيب لون يمشي مع، تقعد بقى تفتكر لبسها طب الوانه ايه، ولا اجيب انا لون مثلا مختلف جديد، يعني تعمل ايه؟ بصي احنا عامة اصلا كبنات، يعني احنا ممكن ننزل المحل ونشتري اي حاجة، مش يعني الطرحة مجرد انها عجبتنا بنجيبها. بنجيبها بس تمام. ممكن ما تكونش لايقه مع لبسنا، لما نرجع نلاقي مفيش حاجه ما تليق هو انتي معانا. ممكن بقى يكون عندك حاجة قديمة مثلا وبقالها فترة ما بتلبسيهاش عشان مش لاقية لها حاجة مناسبة، لو دورتي في دولابك هتلاقي لها اكيد حاجة، اكيد هتلاقي لها حاجة. فهو الموضوع مش صعب يعني. تمام. بس اهي جميله برضو، دي رقيقه خالص برضو. فيونكة بالظبط جميله. كده. تمام. هتعملي بيها حاجه تانية؟ لا خلاص تمام. ديت. طب هبه عايزه اسالك برضو، من نتكلم يعني عن الالوان واختيار الوان الطرح، احنا بنجيب اللون حسب البنطلون نفسه ولا الجاكيت من فوق، يعني لا يمشي مع ايه؟ مش أساسي، مش اساسي. مش اساسي. لا ما هو احنا مش عشان خاطر مثلا البنطلون لونه مثلا مثلا لو ازرق دارك بلو جينز مثلا البس مثلا. فوق كحلي، لا. ممكن التشيميز اللي انا لابساه او التيشيرت اللي انا لابساه يبقى مثلا في لون مثلا معين، ممكن انا البس الطرحه من اللون ده، طب يعني يعني ما من قيدش نفس اللون. نفسي ما قيدش نفسي بحاجه ما معينه. ينفعش نفس اللون بالظبط، او مش لازم نفس لا اللون بالظبط. مش لازم نفس اللون نفك بالظبط. شويه يعني انا الموضوع مثلا ده. لابسه ده في الوان كتيره، انت انا اخترتي اخترت درجه. الفوشيا عشان البسها، في نفس الوقت ممكن اختار الكاكي، ممكن اختار كده الاورنج، الاخضر. ممكن اختار السيمو، ممكن البس طرحه بيضه. يعني ما حاجه تقيديش تبقى نفسك. لايقه وبس. بس المهم ان انت اللي تلبسيه فوق، لو انت تحت لابسه حاجه مشجره تمام. ما تلبسيش فوق كمان مشجره، لا هتبقي طبعا لازم ساده. كتير او اوفر. زي خلي لبسك كده، انت لابسه ساده بالظبط وتحت مشجر. بالظبط. جميل. ماشي. دي دي ايه بقى؟ دي برضو سكارف بس قطن. قطن بقى. قصيره شويه هي. لا عادي. معقوله. الرابطه اللي كانت طالعه في الاول خالص، اول ما السكارفات دي طلعت، العاديه بقى اللي هي بنقوم لفينها على ورا تتلف ورا الاول. بالظبط كده، وتقومي جايباها كده على قدام. دي اول ما طلعت خالص كانت كده، ما كانش فيها اي تجديد. ممكن انتي بقى تعملي ايه، يعني الناحية دي ممكن تجيبيها على الكحكة بتاعتك اللي انتي عاملاها متثبتيها برضو وتقومي من ورا. مثبتها بدبوس، ويبقوا الاتنين جايين جنب بعض. تمام. ممكن كمان نعمل حاجة جديدة،
احنا عرفنا خلاص دي بتتربط ازاي، هنجيب دول من فوق المثلث، من فوق المثلث مش يعني هنربط من فوق المثلث، هنعمل رابطه كده. انا عايزاكي تيجي تتحركي. هنعمل الرابطه كده على المثلث. بعد اذنك بس نلف الكرسي شويه هبه عشان نشوفها على الكاميرا، هي كل شغلها دي اكتر من ورا. ماشي. انا يعني دي برضو مناسبه قوي للبنات برضو في الجامعه، او حتى لو بالليل نازله عادي. هم عامه البنات بيحبوا الحاجات الفيونكات والحاجات دي، فدي تمام. برضو حاجة تمام هبه بجد نورتينا النهارده، انا بشكرك على اللفات الجميله شفناها معاكي. شكرا ليكي. شكرا يا طيب، بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة. يا رب تكون فقراتنا عجبتكم. بفكركم إعادة الحلقة إن شاء الله الساعة 1 صباحا، وبشكر مرة تانية هبة حسين مصممة ربطات الطرح، ونشوفكم دايما على ألف خير. باي باي. لو عايزين تعرفوا أخبار الموضة شوفوا دانتيل، كل اللي يهمكم أخباره مرصودة على دانتيل.